أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا وعمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Muthalib. Semoga
yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kira langsung saja pada inti acara, yaitu dialog kebangsaan. Kepada Bapak Rujiman, nanti kami beri waktu 30 menit, kemudian Ustadz Ibnu Soleh 30 menit, dan dilanjut dengan tanya jawab. Kepada Bapak Rujiman, kami persilakan.